يسعد لي مساكم جميعا. للي بيحبوا الدجاج بالفريكة، اليوم وصفتنا دجاج محشي بالفريكة مع صينية الخضار. رحمن اتكلم على الريحة او اللون او النكهة، بتعطي وصفاتكم نكهات ولا اطيب. وعلشان يحافظوا على نكهة وجودة البهارات وتضلها طازة طول الوقت، بيغلفوها في هاي العلب البلاستيكية بالنايلون من الخارج تغليف محكم، ومن الداخل كمان بيكون تغليفها بالقصدير بهالشكل عشان يحفظوها طازة طول الوقت. هذه الفريكة كده بيكون لونها، أحيانا بيكون مايل للصفار أكتر من خضار. لو كانت غامقة كتير ونقعتوها بمية وطلع منها لون بالمية بيكون مصبوغة، فانتبهوا. هذا اللون الأصلي، طبعا بيكون فيها شوائب أو حجار أو قش وهيك، لازم ننقيه ونغسلها منيح. راح أغسلها. حشوة الفريكة قبل الحشي لازم نطبخها ونتركها تبرد. عندي هنا الفريكة بعد ما نقيتها وغسلتها، عندي بصل وتومة، فلفل أخضر، فلفل رومي، بهارات أبو صالح، بس راح أضيف فلفل أسود أنا بحبه زيادة، وعندي هنا زيت زيتون. راح أضيف بالقدر زيت زيتون. حتكون وصفتنا صحية تقريبا، لأنه حنطبخ ونتبل زيت الزيتون. راح نقلب لحد ما تدبل شوية المكونات. بعد ما دبل راح أضيف الفريكة، هقلبها شوية، حنضيف الملح، هذه البهارات أبو صالح، هضيف فلفل أسود، راح أقلب المكونات سوا. بعدين راح أضيف المية وأترك الفريكة تستوي بالكامل. لتسبيل الدجاج حضيف هنا معجون الفلفل الأحمر التركي، واستبدلوه بالبابريكا لو ما عندكم، أو ممكن تشوا حبة فلفل وتحطوه. عندي هنا دبس رمان، راح أحط شوية، تقريبا معلقتين أو ثلاثة. عندي صلصة، عصير ليمون، تقريبا نص ليمونة لأنه حجم الدجاجة صغير، وزيت زيتون. عندي ملح، فلفل أسود، وأهم حاجة في التتبيل بهارات أبو صالح. راح نحرك كل المكونات سوا. طبعا هنا الدجاجة بعد ما غسلتها نقعتها بمية وملح وخل وطحين، غسلتها منيح. راح نتبلها بالتتبيلة ونمسجها منيح من الداخل والخارج، كمان من جوا راح نمسجها منيح بالتتبيلة، وندخل التتبيلة كمان هنا بين الجلد واللحم من كل الجهات. راح نتبلها، طبعا الأفضل نتبلها ونتركها بالتلاجة لتاني يوم، بيكون أفضل كتير. بعد ما تبلنا الدجاج عندي هنا الصينية اللي فيها الخضار، اللي هو القاعدة اللي راح نحط عليها الدجاجة المحشية. قطعت بصل، بطاطا حلوة، بطاطا عادية، بازيلا، فلفل رومي، فلفل أخضر، اللي انتو حابين، الخضار اللي بدكم اياه. راح نضيف زيت زيتون، شوية فلفل، انا دايما بحب اضيف فلفل اسود، بحب طعمه زايد بالأكل. طبعا بهارات أبو صالح كمان عشان تعطيني نكهة لذيذة. خلاص حنقلب الخضار ونخلي قاعدتنا جاهزة. ما تنسوا الملح أكيد. خلاص كده عنا قاعدة تصير جاهزة. طبعا الدجاجة عندي متبلة
وعندي هنا الفريكة بعد ما استوت، شوفوا ما في مية نهائيا. راح أبدأ أحشي الدجاج، راح نحشيها من جميع الجهات، راح نحشي من هنا وراح نحشي من هنا من داخل الجلد والرقبة. طبعا التتبيلة حتعطينا لزازة، فعادي ما في مشكلة حشو مع التتبيلة حيطلع طعم جدا لذيذ. حكمل أحشيها وأرجع لكم. بعواد الأسنان راح أخيطها طبعا، لأنه الدجاجة عندي مقطوع الجلد تبعها. لو مش مقطوع عادي ممكن بس تحطوا الرجلين جوا بعض جوا الجلد وخلاص، بس أنا كده عادي كأنكم بتخيطوا بالإبرة. بس كمان واحدة بس، خلاص هنا الدجاج راح أدخلهم جوا الجلد. كفاية بس عود أسنان واحد مكان الشقل للجلد. وهنا عندي نفس الجلد راح أعمل فتحتين، هنا فتحة هدخل كده الجلد فيها، رجل الدجاجة قصدي، وهنا في الفتحة الثانية هدخل الرجل الثانية عشان تضلها الدجاجة ماسكة بعض. حشيت كمان الرقبة كمان بعود الأسنان كأنه بنخيطها، راح أقفلها. خلاص كده عندي الدجاجة. باقي التتبيلة اللي في صحن التتبيل حطيتها على وجه الدجاجة، بتعطيني طبعا طعم ولون حلو كمان لما تتحمر. حضيف المية، دفوها كده من جنب عشان التتبيلة تضلها في الخضار. تقريبا أضفت كوب ونص، مو كوب. عندي هنا القصدير، أول حاجة هنحط ورق الزبدة عشان ما يلزق الدجاج بالقصدير. هنغلف الصينية بطبقتين من القصدير، هندخلها الفرن ساعة حوالي من فوق ومن تحت، بعدين نشيل القصدير ونحمرها. وصفتنا صارت جاهزة بالعافية علينا، إن شاء الله تبارك الرحمن. الصورة بتحكي، ما في داعي أتكلم. هوريكم هنا اللزازة، شايفين الفريكة؟ جربوها مع الخضار والدجاج، يا عيني على اللزازة. مش عارفة أتكلم على لزازة الدجاج ولا الفريكة ولا البطاطس، طعم البطاطس الحلوة معاها حاجة من الآخر، لازم تجربوها. طعمها خيالي مع صواني الخضار، بتشهي، والتتبيلة واللزازة لازم لازم تجربوها.